السلام عليكم. وانا لما كنت بتكلم على الفيديو بتاع مصطفى بطورته ده، وكنت بقول ان في حاجات تانية هتبقى اكتر من كده واوحش من كده، هو فعلا حصل في قضية محمود البنا وقضية راجح ده. يعني واحد مش عارف ايه ليه الاخلاق ما بقتش تقل، لا ده بقت تموت علنا كده قدام الناس. يعني انت ما تفتكرش ان انت صغير، محدش صغير على العقاب، محدش صغير على الحساب. احنا خلاص عدينا سن الطفولة، بنبتدي خلاص نتحاسب على كل حاجة بنعملها. ربنا هيحاسبنا على كل فعل احنا بنعمله، تمام؟ عشان لما تيجي ساعتك وتقابل ربنا يبقى انت عملت اللي عليك، عملت الصح اللي ربنا هيقدر يحاسبك عليه. احنا قدامنا اتنين اهو، واحد مات وهو بيعمل حاجة كويسة وهو اتقتل، والتاني ان شاء الله هيموت عقابا على اللي هو عمله وهيتعدم. شوف ده وده هيقابله ربنا ازاي. ومش يعني مش هنقول الاهل برضو، الاهل ليهم دور ودور كبير وكل حاجة. في ناس عرفت تربي عيالها وربنا قواهم عليهم، وفي عيال اهليهم برضو كويسين وما قدروش يربوهم، هو رزق من ربنا. بس برضو دور الاب والام كبير جدا. لما انا اربي ابني مهما هيحصل في يوم من الايام هيبقى فاكر اللي انا ربيته له، مش هيبقى الدنيا كده سايبه غير لما انا اشجعه على الغلط. واحنا هنفوق امتى؟ هنفوق امتى؟ واكيد في حاجات زي كده كتير، احنا بنشوف كل حاجه وبالذات في السن ده. طب ليه الشباب فاكر ان هو لسه صغير، ان هو ما يقدرش يتحاسب؟ ليه انتوا عندكوا اخوات وامهات يعني ليه تقبلوا كده على الناس؟ الحقيقة الواحد قلبه متقطع وزعلان وحزين. يعني ربنا يصبر أهله، وهنقول إيه بس يعني ربنا موجود. يا ريت كل الشباب يتعظ، يا ريت كل اللي في السن ده ياخد باله ويعرف إن خلاص يعني كل يعني الموت بقى موجود في أي وقت، لازم تحاسب نفسك قبل ما ربنا يحاسبك. ربنا يصبرهم ويريح قلبهم، واللي غلط يتعاقب عشان الناس كلها يعني يشفي غليلها. وربنا موجود.